متابعي فيتو، اهلا وسهلا بحضراتكم من داخل الاداره العامه للتنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس. هيكون معايا دكتور منار غانم المتنبئ الجوي. هنعرف حضراتكم يعني النصايح المتبعه في الفترات اللي جايه اللي حضراتكم تقدروا ان انتم تمشوا عليها تفاديا لاي مخاطر ممكن تحصل في حاله الطقس. يعني يا دكتور منار بنرحب بحضرتك، وقولي لنا كده نصايح سريعه للساده المتابعين. اهلا بحضرتك استاذه هدير، واهلا بكل متابعي فيتو من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه. خلينا نقول دايما النصايح اللي احنا بنقدمها في الفتره اللي احنا موجودين فيها وظل انخفاض درجات الحراره في فصل الخريف. اول درجه، احنا في اول نصيحه احنا في فتره تقلبات جويه بين انخفاض وارتفاع في درجات الحراره. الخريف معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، فمتابعه النشرات الجويه ده شيء مهم جدا. اعرف حاله الجو النهارده او بكره عامله ازاي عشان قبل ما اخرج من بيتي ابقى اعرف انا هلبس ايه، حاله الطريق فيه شبوره ولا لا. فاول نصيحه، متابع كافه النشرات الجويه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجرايد وفي كل الاماكن. طبعا تاني نصيحه كمان، احنا خلال فتره الليل وفي الصباح الباكر بنشهد انخفاض في درجات الحراره، والانخفاض ده ملحوظ. طبعا احنا في اطفال دلوقتي بتروح او الطلبه بتروح المدارس الصبح بدري، في ناس بترجع من شغلها متاخر، فانا لو دايما يبقى معايا جاكيت خفيف لو انا حسيت ببروده في الجو ارتدي الجاكيت ده على طول. انا عاوزه اتجنب نزلات البرد في فتره الكورونا والكلام ده كله، فطبعا احنا نلبس الملابس الخريفيه ومعانا جاكيت خفيف عشان انخفاض درجات الحراره. كمان في شبوره مائيه ده بتظهر في الصباح الباكر وفي الساعات المتاخره من الليل، دي بتقدم انخفاض الرؤيه الافقيه، فطبعا اخلي بالي جدا من الرؤيه الافقيه، القياده بهدوء تام على الطرق، يعني اتباع كافه تعليمات المرور، ابقى في مسافات بينيه بين العربيه والثانيه عشان اتجنب الحوادث، وطبعا بنتمنى السلامه للجميع ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بالنسبه بقى للاطفال خصوصا وهم نازلين المدارس وان بقينا نشوف ان درجات الحراره بقت بتنخفض بشكل ملحوظ، فنصايح حضرتك ليهم ايه؟ طيب اهم حاجه تغيير نوعيه الملابس. احنا خلال ساعات النهار ومع سطوع اشعه الشمس بنبدا نحس بحراره كده او بنبدا نحس ان الجو شويه دافي. خلال ساعات الليل او خلال الصباح الباكر الجو بيبقى برد، فلو انا غيرت نوعيه الملابس بتاعتي ان انا جيت مثلا لبست جاكيت دلوقتي الصبح وجيت قلعته فجاه، ده ممكن يصيبني بنزلات البرد خصوصا الاطفال والطلبه. فتغيير نوعيه الملابس مش دلوقتي خالص، خلينا في الملابس الخريفيه، حتى لو انا لبست الجاكيت يعني اكون اقلعه بحرص شويه عشان اتجنب نزلات البرد. دي اهم نصيحه، وطبعا دايما نصيحة بقى لاولياء الامور والطلبه هو متابعه النشرات الجويه، دي اهم نصيحه. يعني حضرتك طول الوقت بصراحة بتفيدينا، فشكرا على النصايح الغالية وإن شاء الله هنتبعها. دكتور منار غانم من المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا إن كنت موجودة معنا في بيت. شكرا أستاذة هدير، وشكرا لكل متابعي بيت. شكرا.